تأتي للصورة كريستيانو رونالدو من جديد هنا في هذه المواجهة التي هنا ومن خلال هذا اللقاء ليو من خلال لمسة في كرة مشتركة بينه تتلالى هنا في الدرة بينما هنا فرصة ليو في وقت الحديث عن النجوم وعن تلفر في كل مرة تصل عن طريق نيمار نيمار طوع السالم عندها كرة وصلت إلى الصورة رونالدو كاد الرد كاد الرد أن يأتي من جانب صاروخ مادارا بابي بابي والحقي أشرف حكيمي عندها كرة ممتازة إلى كليان التفويت والمحا من كثيرة كرة منقولة عرضية وصلت عن أنا ملك الاستعراض في ليلة الاستعراض هنا تمريرة تصل لكن لمسة يد كان خلف جوستافو يحاول فيها ممتازة إلى الدور رونالدو الله رونالدو رونالدو سقط لكن لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية تستهوي مثل هذه المضية حارس المرمى لاويس يتصدى في كرة منقولة إلى كيليان كيليان فريق واحد منذ أشهر نعم تفويت هنا ليو عند كرة يا لهب في طبعا قطر تهاجم هنا سالم سالم بكرة ممتازة كيليان يا سلام الله الله على منقولة كرة وصلت الكرة ممتازة إلى كيليان جول 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 ماريكا عند الكرة ماريكا التسديد لكن كرة كرة منقولة عالية رونالدو جول جول هكذا تدوي هنا في الكرة باحتفالية سجل المدافع الهدف هذا هو ماركينيوس مخطف كراته هنا ليو 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 لاويس قال لا حتى ولو كنت نيمار حتى زعي والترجيع فانا هنا لاويس بذكرى لها صح بينما هنا رونالدو رونالدو يتقدم رونالدو يحاول الكره في اليسار بعد ذلك العرضيه رونالدو من يسجل رابع الاهداف لفريق باريس سان جيرمان من علامه بدلا من كريستيانو رونالدو بدلا تيكي 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 بسرعته بانطلاقته بفرصته الله قويه قويه كانت التسديده اليمينيه رائعه هكذا انطلق تيكي تيكي فرد تيكي تيكي سدد تيكي تيكي